هعمل معاكم النهارده شوربه بروكولي. معايا بروكولي، معايا بطاطس ودي اختياري، معايا كرفس وجزر، معايا معلقتين دقيق حبوب كامله او شوفان ايا كان المتوفر عندك، معايا كمان بصل وثوم، شوربه خضار لو احنا صايمين، شوربه فراخ لو احنا عادي بناكل بروتينات حيوانيه، ومعايا كوبايه لبن ايا كان، برضو تقدروا تستعملوا لبن بقري وتقدروا تستعملوا لبن جوز هند او لوز لو انتوا صايمين او عندكم اي نوع من حساسيه الالبان. معايا كمان شويه جبنه تشيدر وكريمه لباني كده، دي ايه لزوم التقديم، وطبعا خطوه اختياريه تقدروا تستغنوا عنها. طبعا انا ما عنديش زيت زيتون النهارده في البيت، مفيش مشكله استعملي اي نوع زيت عندك، عايزه تستعملي زيت نباتي مفيش مشكله، عايزه تستعملي زيت جوز هند مفيش مشكله، على طول بالايه بالبصل والثوم. هنزل بقى بايه ببقيه المكونات. انا شخصيا بحب بصراحه ان كل مكون انزل بيه اسيبه يتكرمل وقت كفايه، علشان الكرمله دي بتطلع روح الطعم اللي في كل مكون، في كل اكل، في كل نوع خضار. اللون ده معناه مستوى حته ثانيه كده في الطعم، مستوى ثاني في الطعم، فايه انا بحب انزل بالتدريج. عايزه اقول لكم الجزر والبصل من الحاجات اللي لما بيتكرملوا بيدوا تسكيره كده حلوه جدا للاكل. طب انتي ما بتحبيش البروكلي وعايزه تنفذي الوصفه دي النهارده، بس عايزه تعمليها شوربه اي حاجه تانية، اقول لك بقى لحد الخطوه دي هتمشي بنفس المكونات، البصل والجزر والثوم والكرفس، خلاص الاربع مكونات دول بيس، يعني قاعده رئيسيه لاي شوربه خضار عايزه تعمليها. طب هنكمل بقى بعد كده ايه، تعالي نشوف. هتشيلي البروكلي مفيش مشكله، اعمليه قرنبيط، اعمليه اي نوع خضار عايزاه. خلاص عايزين تعملوا شوربه بطاطا، على فكره شوربه البطاطا بنفس الطريقه، بس ساعتها هنشيل ايه، هنشيل البطاطس. ممكن مره بعمل معاكم شوربه البطاطا، ليها كام تريك كده بس من غير تريكات خالص، عايز تعمليها بطريقه بسيطه وسهله، بدل البطاطس دي هتحطوا بطاطا وهتشتغلوا بقيه المكونات زي ما احنا شغالين. خلاص طيب هعمل ايه بقى قبل ما اضيف البروكلي؟ هاخد معلقتين من الدقيق الحبوب الكامله او الشوفان ايا كان المتوفر عندكم، ومش اخر الدنيا المعلقتين دول لو اخدتوهم دقيق ابيض، مع انه ده مش اصح خيار، ولكن محاوله مننا لتقليل السعرات اللي موجوده في الشوربه. ده هيعمل ايه بقى؟ ده هيتقل لي القوام بتاع الشوربه. دلوقتي بقى الدقيق ده بتاعي يتحمص حلو، هحط الشوربة. تبقوا عندكم على طول ايه نوع النشويات، المهم كمية النشويات اللي بناكلها دايما نتأكد ان في ضعفها خضار. دي تريك على فكرة، لما بتحسبوها كده تيجوا تمسكوا الطبق تلاقوا النشويات مهما كانت صحية وحلوة ضعفها خضار. اولا سيبكم من الدايت وسيبكم من نقصان الوزن وزياده الوزن، ده صحه للجسم فوق ما تتخيلوا. هتلاقوا ان انتوا بطنكم وجهازكم الهضمي شغالين بصوره صحيه اكتر، هتلاقوا انه الاكل ما بيكبسش على نفسنا ويبقى تقيل، وناكل كده ونتدفى ونبقى عايزين ننام وبقيه اليوم مش عارفين نعمل فيه حاجه. بصوا بقى دلوقتي ايه، هاخد البروكلي هزوده. طب ينفع اسيب الشوربه تستوي كده بميه قليله؟ لا طبعا، هاخد ايه شويه ميه. انا ممكن ازود شوربه على فكره، بس انا مش عايزه يبقى ايه في سعرات كتير، انا باخد الطعم الحلو من الشوربه. خلاص بقى مش يعني ايه، مش هيبقى زياده عن اللزوم. تعالوا بس ايه نحط الملح والفلفل نظبط الطعم كده. ما بحبش احط هنا فلفل كتير قوي، لان انا وانا بقدمها بحب احط عليها رشه فلفل مجروش على الوش. لما سبت الشوربه تستوي وبصوا بتغلي، شايفين اللون ده، انه الشوربه بتاعتها لونها مش شفافه،
هو ده تأثير معلقتين الدقيق اللي انا حمصتهم معاها. دلوقتي هبتدي اضيف، تعالوا ايه نقفل النار عليها خلاص، هضيف اللبن، واذا مش عايزه تستعملي لبن تقدري تضيفي اي بديل من بدائل اللبن، وده هدفه انه يظبط اللون بتاعها ويخليه ايه اخضر كده في بياض، علشان ده اللون اللي احنا متعودين عليه في المطاعم وبيعجبنا اكتر. بعدين ايه هبتدي اضربها.